الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: اشترى مني شخص منزلا وقد أخذت منه العربون، واتفقت معه أن يكمل باقي المبلغ بعد شهر، وقد أكمل الشهر ولم يأتي إلى الآن، فهل يعتبر البيع لاغ؟ وهل يحق لي العربون؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المؤمنين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وفي ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بإسناده وإن كان في سنده بعض المقال، ولكن الأصل المتقرر عند العلماء في الشروط أنها على أصل الحل والإباحة إلا إذا دل الدليل على حرمة هذا الشرط بعينه. فبما أن هذا البائع، فبما أن هذا المشتري أقصد، قد اتفق معك وأعطاك العرب على البيع على الشراء وأعطاك العربون واشترطت عليه توفية المبلغ في شهر وإلا فالبيع بينكما لاغ، وهو قبل بهذا الشرط وتم العقد على ذلك، فحينئذ بعد مرور الشهر إذا لم يوفي المبلغ فأنت بالخيار، إن شئت أن تؤخره قليلا فلك ذلك، وإن شئت أن تبطل ما تم بينكما من الاتفاق فلك ذلك، لأنه لم يوفي بالشرط، لم يأتي ببقية المبلغ في المدة المشروطة. وحينئذ هل تملك أنت هذا العربون أو لا تملكه؟ الجواب: إذا سدد بقية المبلغ وتم الشراء فلا جرم أن العربون الذي أعطاكه من جملة ثمن هذا المنزل، ولكن يكون كمقدم. وأما إذا لم يتم ففي الحقيقة اختلف العلماء في ذلك، ولكن القول الأقرب في هذه المسألة هو أنك تملك هذا العربون. لكن انتبه، إذا كان هذا العربون كثيرا جدا وكان كمقدم البيت، كأن يكون مثلا قيمة البيت 900,000 ريال وقدم لك 400,000 ريال في ابتداء الشراء، ثم قال أخرني قليلا حتى أتم لك المبلغ وتأخر، فلا يعتبر هذه 400 التي سلمها لك لا تعتبر كلها عربونا، وإنما يقدر على يعني وإنما يقدر أهل الخبرة يعني هذا العربون المناسب بتقدير مثله. ننظر هذه العمارة ونعرضها على أهل الخبرة كم يكون عربونها في العام الأغلب في مدة شهر، فإذا قرر أهل الخبرة ذلك فحينئذ تستحق من هذه 400 بمقدار هذا العربون، فلا يحق لك أن تأخذ المبلغ كاملا لأنه مبلغ كثير، والله أعلم.